يعطيكم العافية شباب صبايا. السيشن الماضي بلشنا بدرس جديد وقرينا الجمل اللي على الدرس. هلا قبل ما نبلش ان شاء الله بالاكسرسايزات، بدي ارجع اعمل مراجعة سريعة للجرامر يلي خدناه بالدرس الماضي. اخذنا شيء اسمه تركيب هاي اضافي، قلنا بالفارسي في عندنا خلينا نسميهم التراكيب الاضافية، هن نوعين طبعا قراب على العربي كتير. عندنا اول نوع مضاف فمضاف إليه مثل العربي مضاف المضاف إليه، والثاني موصوف وصفات يلي هو بالعربي الصفة والموصوف أو النعت والمنعوت. طيب قلنا هودي شو قضيتهم بالفارسي، قلنا القاعدة الأساسية لاتنين سوا شو بتقول، إنه إذا عندي مضاف ومضاف إليه أو عندي موصوف وصفة شو بتقول القاعدة، بدي أحط كسرة بالأول بيناتهم، يعني بدي أحط كسرة للمضاف أو كسرة للموصوف. فإذا كيف بتصير القراءة مثلا هاني كتابة ألي، هاني كتابة زيبا بكسر. طيب قلنا هاي القاعدة الأساسية، أما إذا طرأ علي كلمات فيها بالآخر فاول فيها حرف علة أو صوت طويل أو اللي بدنا نسميه، هاني بدل الكسرة لأن الكسرة بتصير تقيلة على اللفظ، قلنا بنحط حرف الياء. كيف بيصيروا؟ خانية أستاذ، دانش جوية دانشجاه، صداية براندي، وبنفس الطريقة هون. فإذا هيدي هي القاعدة الأساسية يلي خدناها بهذا الدرس. طبعا هلا في شيء ما أشرنا له السيشن الماضي، هون من باب الإشارة بيمرق معنا. افترضوا عندي بنفس الوقت مضاف ومضاف إليه وعندي صفة، كيف ترتيبهم؟ مثلا طلعوا معي هذه الجملة: من كتابة قرمزة أليرة خاندان. افترضوا أنا بدي أقول بالعربي أنا قرأت كتاب علي الأحمر، قصدي الكتاب هو الأحمر، كتاب علي الأحمر. فإذا لاحظ كتاب علي هي مضاف ومضاف إليه، وعندي شو قرمز الأحمر يلي هي شو الصفة يلي عم توصف الكتاب. فإذا صار عندي مضاف ومضاف إليه وصار عندي صفة، طيب يا ترى كيف ترتيب من هودي؟ مين بحط قبل؟ طبعا هلا هيدي ما انا قاعده، ما انا قاعده ثابته، هيدي هون ثابت هون هيك. رح اعطيكم انا القاعده شو بتقول. القاعده بتقول انه الصفه يلي هي مثلا هاني الاحمر على طول بتلحق الموصوف، بتضل ملزقه فيه. عرفتوا كيف؟ واني هون وهاني كيف بتصير التطبيق حسب انا شو قاصد. افترضوا انا قصدي انه الكتاب هو لونه احمر، ساعتها من بعد كلمه كتاب بحط قرمز. اما افترضوا على سبيل المثال هذا علي لونه هو مثلا بدي اعتبر لونه احمر، ساعتها بحط قرمز بعد علي. فاذا القاعده هيك بتقول انه الصفه على طول بتجي دغري من بعد الكلمه يلي عم توصفها، واني ساعتها حسب شو قصدي. مثلا لحظه هون مثال تاني، هاني خانيه بزرقه زهراء در جنجال اس، شو عم اقول انا؟ شو عم اقول هون؟ لاحظوا في عندي خانه، عندي زهراء بيت زهراء، وعندي بوزرج، بوزرج هي صفة معناتها الكبير، دار جنجال أس في الغابة، وهذا الفيرب تو بي. طيب أنا هاني بدي أقول بيت زهراء الكبير، الكبير يلي هي الصفة مين عم توصف؟ عم توصف خانة ولا عم توصف زهراء؟ أكيد عم توصف خانة البيت، لذلك لاحظوا إجت من بعد. أما افترضوا مثلا بدي أقول بيت زهراء الكبيرة، بدي اوصف زهراء، ساعتها بهذه الحالة بشيل بوزارد من هون وبحطها بعد زهرة. فإذا هيدي هي القاعدة الأساسية لما يكون في عندي مضاف وصفة ومضاف إليه، وبطبق ساعتها حسب الموجود قدامي أو حسب القصد. طيب وثالث شغلة خدناها هي قلنا عنا إن وعنا آن يلي هي هذا وذاك، إشارة بنزديك إذا عم شير للقريب، إشارة بدور إذا عم شير للبعيد. هذا الكتاب، ذاك الكتاب، بهذا الشكل. طيب هذه مراجعة سريعة، هلأ بنفوت على الاكسرسايزات وعلى التطبيق. طيب تمرين إياك، تمرين الأول كلمية مناصبة درجاي خالي بجوزاري مثل العادة لحتى نبلش نحل. من در مدرسة معلم را فراغ، فراغ بآخر الجملة فإذا ناقصني فعل. أنا في المدرسة
لاحظوا في عندي راء بعد المعلف، إذا هي المفعول دي دام شني دام وشي دام دي ديم. طبعا هون بدي يكون حافظ الأفعال. شو بدي أقول أنا هون؟ رأيت المعلم في المدرسة، رأيته هو أينه؟ دي دام. بينما مثلا دي ديم هي رأينا، رأينا ما. طيب ما در صحراء طبيعته فراغ را دي ديم. إذا نحن في الصحراء، لاحظوا طبيعته فراغ في كسر. فإذا دغري دغري لما تشوف كسرة يعني الكلمة اللي بعدها يا رح تكون مضاف إليه أو رح تكون شو صفة لهذه الكلمة. طيب شو المعنى؟ نحن رأينا في الصحراء الطبيعة كذا. شو بدي أحط هون؟ برق، غرميز، زيبا، كشتي. فإذا هلا هون أضبط شو أقول؟ ما حقول الطبيعة الحمراء، حقول الطبيعة الجميلة زيبا. فإذا طبيعته زيبا، فإذا رأينا الطبيعة الجميلة. طيب س طبيعة لباس فراغ را در بهار وشيد. فإذا لبست الطبيعة اللباس كذا في الربيع. إذا شو بدي أحط؟ أي لباس من بين هذه الكلمات؟ أصفر، الأحمر، الأخضر. فإذا في الربيع، فإذا أكيد بدي أحط ثابت اللباس الأخضر. آياته درباق فراغ سبزة قلرة ديدي. هل أنت في البستان رأيت فراغ سبزة قل؟ في عنا أخضر وفي عنا شو قل الوردة. بدنا نحط بعض كلمة هون، تراخ، صحراء، زمين، برق. شو الكلمة اللي بتزبط هون؟ طبعا الكلمة هون اللي لازم تنحط هي برق. قلنا برق شو معناتها؟ ورق. فإذا شو صار المعنى؟ لاحظوا برقة سبزة قل. هاني في عندي مضاف ومضاف إليه، وفي عندي شو صفة. هل أنت رأيت؟ إذا ورقة الوردة الخضراء. لاحظتوا هذا اللي حكيناه قبل ما نبلش؟ فإذا المضاف ومضاف إليه صفة، هاني الصفة عم توصف، أنا عم بعتبر إنها عم توصف الورقة. فإذا ورقة الزهرة أو صح الزهرة الخضراء. طيب بينما افترضوا أنا قصدي أقول الوردة هي لونها أخضر، ساعتها بحط سبز هون، بتصير برقة قلي سبز. كمان مظبوطة يعني كجرامر وكإعرابيا مظبوطة، ما فيها مشكلة. فإذا حسب القاصد أو حسب المعنى الواقعي. طيب بانج حسين لباس سبزرة فراغ، ناقص نفاق. فإذا حسين فراغ ولباس سبز اللباس الأخضر، شو عمل باللباس الأخضر من بين هودي؟ وشيد لبسه. طيب آياته براي مهماني لباس، أو لا براي مهماني. هل أنت من أجل الضيافة أو الحفلة أو قلنا بتجي بهالمعاني المأدبة اللي هي لباس فراغ وشيدي؟ هل أنت لبست من أجل الضيافة اللباس بدي أحط هون كلمة. شو الكلمة اللي بتزبط من هون؟ ما في إلا هذه بتزبط، لباس زشت. فإذا الثياب القبيحة. فإذا موصوف وصفة، في عندي هون كسر. هفت سبعة نرجس ترزير درخت. فإذا نرجس تحت الشجرة. هلا هون في كمان يعني استغني عن دار، في يقول زير درخت نرجس تحت الشجرة، في يقول هيك. صداية فراغ را شنيد، سمعت صوت كذا، صوت شو؟ فإذا من بين هودي الكلمات باراندي، إذا صوت الطائر. صداية باراندرا شنيد، سمعت صوت الطائر. هاشت رقم 8 شما دار فراغ لباس كارم نبو شديد. فإذا أنتم في كذا لم تلبسوا الثياب الدافئة. فإذا في الوان دار طابستان الصيف. نوح 9 بيجانو جالي
بيجان وجولي، فإذا ما بدنا ننسى هودي أسماء، أسماء فارسية، دار فراغ، بلندهورة، ديدان. إذا رأوا الطيور في ال... وين شافوا الطيور؟ من بين هودي إذا بنتفرج عليهم دار جنجل، فإذا في الغرب. طيب بيكون خلص أول اكسرسايز، ننتقل للاكسرسايز الثاني. طيب شو بيقول الاكسرسايز الثاني؟ كمان مثل العادي لاحظوا نفس النسق الاكسرسايزات بكل الدروس. تمرين دو كلمة هارا در جاي مناسب بجوزاري. شو في عندنا هون كلمة؟ ديدان رأو ساردو جارم، فإذا دافئ وبارد، كولد وورم، كوه جبل، بارف هو الثلوج، خورداند فعل خورد هو أكله، خورداند أكلوا، فاس ميفي ها الثمار أو الفواكه، زرد الأصفر، بارج هاي. لاحظوا قلنا بارج هي الورقة، بارج ها أوراق، بارج هاي فيها، إذا بعرف إنه هيدي الكلمة يا مضافة يا إما في صفة عم توصفها، في شيء بعد المهم لأنه في عندي اليا آن ها الضمير آن ها، وعندي قرمز الأحمر وعندي تشاي. طيب لحتى أبلش بالبرج، مريم ونرجس تر بهار بباق رفتان، فإذا مريم ونرجس ذهبوا في كذا الصيف إلى إلى البستان أو إلى الحديقة. في عندي هون الربيع، عفوا يمكن أنا قلت الصيف. طيب فإذا دار شو فصل بهار، فإذا راحوا على البستان بفصل الربيع. طيب شو عملوا؟ أنها كلهارا روي درختها فراغ، فراغ بآخر الجملة ناقصني الفاء. فإذا أنها لهن مريم من كلهارا، فإذا الأزهار فوق الأشجار، شو الفعل اللي بيزبط هون؟ بدي أقول رأوا، فإذا ديدان ديدان. طيب مريم ونرجس در فصل تابستان بفراغ رفتان، هل انتقلنا لفصل الصيف. إذن ذهبوا في فصل الصيف إلى ال... لوين راحوا؟ بدي أحط هاني مكان بيزبط، كوه الجبل، إذا راحوا على الجبل في الصيف. أنها فراغ ورا، فإذا عندي را، فإذا الكلمة اللي قبلها شو راح تكون؟ مفعول، أنا قلنا الرا هي علامة مفعول. طيب روي درختها ديدان، فإذا شافوا فوق الأشجار كذا، شو شافوا يا ترى فوق الأشجار؟ إحنا في فصل الصيف، فإذا بتكون نضجت الفواكه، فإذا بدي حط مي في ها، فإذا شافوا الثمار فوق الأشجار. طيب في عندي هاني فراغ تر فصل تابستان ميفي كذا، يعني في عندي ميفي وفي عندي هون فراغتين، فإذا في عندي هون فراغين. أول شيء في عندي فراغ هون لحظة بأول الجملة، فإذا ناقصني من الفاعل فائل. طيب در فصل تابستان في فصل الصيف ميفي، شو بدي أقول؟ ناقصني كمان بآخر الجملة شيء، مين بيكون بآخر الجملة؟ الفاعل، فإذا عمليا ناقصني بهيدي الجملة فاعل وفعل. طيب عم مين عم بحكي أنا؟ مين الفاعل أصلا تبع هذا الباراجراف كله؟ مريم ونرجس. من هون شو في عندي فاعل فيه يحطه؟ آنها، إذا في عندي الضمير. طيب حطيت آنها در فصل تابستان ميفي، بدي أحط فعل بيتناسب مع الثمار، شو الفعل اللي بيزبط هون؟ شو في عندي فاعل وكمان بده يتناسب مع الضمير آنها، يعني بده يكون أخذ نون ودال يلي هو، فإذا خوردان، فإذا أكلوا في فصل الصيف شو أكلوا؟ الثمار. طيب ننتقل للي بعد، آنها آب فراغ هم نوشيدا، فإذا هن مريم ونرجس الماء أيضا شربوا، شربوا المي شو؟ شو راح تكون المي؟ سارد، إذا الباردة. طيب آنها در فصل پاییز طبیعت را فراغ و فراغ دیدن،
بعزم أنها رأوا في فصل الخريف الطبيعة، كيف شافوا الطبيعة كذا وكذا. فإذا بدي أحط شغل تاني هون، كيف بتكون الطبيعة بفصل الخريف؟ فإذا في عندي هون قرمز، في عندي زرد، فإذا شو صار المعنى؟ إنه هن شافوا الطبيعة بفصل الخريف حمراء وشو صفراء. طيب بنكف. مريم ونرجس رؤية فراغ، في عندي هون زرد وقرمز ديدان. فإذا مريم ونرجس فوق كذا، الأصفر والأحمر دافيدان ركضوا. ركضوا فوق شو يلي موصوف بالأصفر والأحمر؟ شوفي هون شوي كلمة في استفيد منها. مثلا لاحظوا في عندي هون هيدي بارك هاي، إذا حطيت أنا هون حطيت لها هيدي بارك هاي، بتزبط ولا ما بتزبط؟ بارك هاي. طيب برج هاي زرد وقرمز، فإذا صارت الأوراق الصفراء والحمراء، فإذا بتزبط. فإذا ركضوا فوق الأوراق الصفراء والحمراء. مريم ونرجس دار زمستون لباس فراغ وشيدان وشيدان. فإذا مريم ونرجس بفصل الشتاء، صرنا بالزمستان، لبسوا اللباس. شو راح يكون هذا اللباس؟ بدي أحط صفة ضلت هيدي جارم الدافئ، طبيعي لأنه بفصل الشتاء. آنها روية فراغ دافيدا، فإذا ركضوا كمان ركضوا فوق وين ركضوا يا ترى؟ نحن هلأ بفصل الشتاء، فإذا تعرفها الثلوج، ركضوا فوق الثلوج. وآخر شيء بات، ثم بخانة آمدند و فراغ جرم نوشيدا. فإذا جاءوا إلى المنزل وشربوا المدري شو جرم الدافئ، شو شربوا؟ ما بقى في إلا تشاي. إيه هذا الشكل؟ فإذا بنكون خلصنا ثاني اكسرسايز، ننتقل للي بعده. طيب ليكو هون شوفين أعداد الأعداد. طيب نحن لحد هلا بنعرف نعد من 1 لـ10. اليوم شو بدنا نكفي؟ بدنا نكفي من الـ11 للـ20. رح أقراهم أول شيء. طيب هاني بس في نقطة صغيرة، كل الهاءات الموجودة بهذه الكلمات، قلنا الهاء بآخر الكلمة ممكن تكون ملفوظ ممكن تكون غير ملفوظ، كلياتهم ملفوظة بدها تطلع الهاء معنا. فإذا هي هاني مانا صوت، هي حرف عادي. يازده، دوازده، سيزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده، هجده، نوزده، بیست. فإذا بیست هو الرقم 20. فإذا عمليا طبعا هودي الأعداد هن للحفظ، لقدام بدنا نصير نعوزهم، حتى يمكن بهذا الدرس نعوزهم. فإذا يعني يفترض من هون وبالرايح أنا كمتعلم للغة الفارسية صرت بعرف عد من 1 للـ20. طبعا هلا هودي تطبيق يعني على الأعداد، ما بدهم شيء، هن الأعداد بس حافظ يعني ما فيهم شيء. بدي أحفظ الأعداد وبقدر استعملهم هلا إن شاء الله بنشوف لقدام كيف. طيب هلا لاحظوا شو بيقول هذا التمرين. تمرين هاف مضاف ومضاف إليها وموصوف صفتها مشخص كوني، بدو ينا نشخص المضاف والمضاف إليه والموصوف والصفة. بدي أقول إذا هل هذا الشيء، هل هذا التركيب، نحن قلنا في شيء عندنا بالفارسي اسمه تركيب إضافي، هل هذا التركيب الإضافي هو عبارة عن مضاف ومضاف إليه أو موصوف وصفة؟ طبعا هذا التمرين يفترض سهل لأنه مثل العربي. مثلا درخت خانة، شجرة المنزل، هون في عندي اسمين مثل العربي يعني هذا اكيد مضاف ومضاف اليه. اما مثلا تابستاني جارم، الصيف الدافئ، هون اكيد هيدي شو موصوف وصف. اذا سهل يعني هذا الاكسرسايز ما صعب. مثلا والله تشاشمي ابي، ابي هو اللون الازرق، شاشم هي العين
العين الزرقاء، فإذا موصوف وصف. طيب مثلا هون خورشيدة آسمان، خورشيد هي شمس، آسمان هي السماء، فإذا شمس والسماء في عندي اسمين، فإذا هذا شو؟ مضاف ب مضاف إليه. طيب بهذا الاكسرسايز تمرين هاش ترجعي خالي صفات مناسب بجوزاري، بدو ايانا نحط بالمكان الخالي، بدو ايانا نحط الصفة المناسبة. هلا هون يعني عمليا انا بدي احط صفة، فاذا اذا انا حافظ صفات ساعتها بقدر اشتغل. هلا طبعا انا ان شاء الله بحط لكم مجموعة صفات مع الضادة، هودي كل ما حفظهم الواحد يعني كل ما صار عنده مخزون اكثر بالاسماء بالصفات بالكذا بيقدر يعني يستفيد منهم. طيب ما بمسجد فراغ رفتين، نحن ذهبنا إلى المسجد شو في حط هون صفة، والله بدي أقول أنا المسجد الكبير مثلا بوزورج، مسجد بوزورج المسجد الكبير. طيب أنها آب ميفي فراغ نوشيدا، إذا شربوا العصير طردوا البارد سارد، آب ميفي سارد. طيب من زير أبرهاي فراغ دافيدان، أنا رقدت تحت الغيوم مثلا شو بدي أحط؟ بدي أقول مثلا البيضاء مثلا اللون الأبيض، فإذا السفيد. كمان إن شاء الله نبعث لكم الألوان، مثلا هون استفدت من اللون لأن الألوان في حطة أنا استفيد منها كصفر، أبرهاي السفيد الغيوم البيضاء. طيب آيا شما قول هاي فراغ را ديديد، هل أنتم رأيتم الزهور أو الورود ترضو بدي أقول الجميلة مثلا زيبا، هذه صف موصوف وصفات. جالي هذا اسم، صداية فرندية فراغ را شنيد، شو عم بيقول؟ فازن سمعت جالي، شو سمعت؟ صوت الطائر طردو بدي أقول والله المرتفع صوت العالي بولاند، إذا هون عندي هيدي الصفة بولاند يعني طويل أو مرتفع أو عالي. صداية فرندية بولاند. بهذا الشكل بيكون خلص هذا الاكسرسايز. طيب ننتقل للي بعد، شو بيقول اللي بعد؟ ترجاي خالي مضاف إليه مناسب بجزاري، شو بدي أضيف؟ بدي أحط مضاف إليه المناسب. هونيك كنت عم حط صفة دانش آموز روية صندلية فراغ ننشست، إذا لم يجلس التلميذ فوق كرسي، كرسي مين؟ مثلا كرسي الصف صندلية كلاس مثلا، ممكن حدا يطلع معه شيء تاني. آيا تو روية مبلي فراغ استادي، هل أنت وقفت فوق أو على كنبة، كنبة مثلا بدي أقول أنا والله البيت مبلي خانة كنبة البيت. ما بكتاب خانية فراغ رفتيم، إذا نحن ذهبنا إلى مكتبة والله مثلا مكتبة الجامعة دانش جاه، إذا هون بدي أحط أنا الأسماء اللي بتناسبني، المهم يكون المعنى صحيح دانش جاه. طيب ميفيها أزروي كوهاي فراغ افتادن، إذا الثمار وقعت من فوق الجبال أو جبال مثلا بدي أقول والله جبال الجبال شو مثلا جبال الغابة، وهاي شو معنى غابة؟ جنجال، فإذا جنجال. طيب وآخر وحدة آنها بخانية فراغ رفتان، فإذا ذهبوا إلى بيت بيت مين؟ والله مثلا بيت علي، خانية علي أو أي اسم. فإذا لاحظوا ما هو صعب كمان هذا الاكسرسايز، سهل ما بده أي شيء. طيب هلا ننتقل لآخر اكسرسايز رح نحله إن شاء الله بهذه
سيشن يلي هو تمرين يا أصدقاء، يلي مثل على طول بنقول هذا كتير مهم، وبنرجع بنكرر انه هذا لازم انتم تحلوه. وقفوا الفيديو، حلوا الجمل، وبعدين اتفرجوا على تصحيح الجمل. طيب لحتى نبلش، ياك رقم واحد، شوف عندي هون. إن هذا جرم الدافئ، دار را وشيدم لبسته، من أنا لباس، وزمستان الشتاء. شو المعنى الكلي؟ المعنى الكلي بده يقول إنه أنا لبست، في عندي هلأ لحظة، في عندي إن هذا، فإذا بدي أقول هذا مثلا اللباس على سبيل المثال. طيب فإذا شو صار المعنى؟ هذا اللباس، وفي عندي جارم، في عندي صفة الدافئ، أيمتن؟ في الشتاء. فإذا هذا هو المعنى الكلي. طيب ببلش على طول، شو قلنا؟ فاعل بالأول، من. طيب ورا الفاعل لحظة، شو في عندي هاني كمان؟ في عندي في الشتاء قيد زمان، فإذا بدي أحطه حد الفعل أو قبله أو بعده، دار زمستان. طيب خلصت من أول قاسم. طيب من بعد هودي مين بيجي؟ بيجي إذا متذكرين المفعول، وبيجي من بعده الراء. مين المفعول هون؟ أنا شو عم أقول؟ البست هذا اللباس الدافئ، فإذا هذا اللباس الدافئ هي كلها عم تلعب دور المفعول. طيب مثل العربي يعني، إذا بدي أقول هذا يلي هي إن، اللباس لباس، والدافئ يلي هي الصفة عم توصف اللباس، لباس بدها تيجي من وراها، فإذا جا. شو صارت؟ إن لباس جام، هذا اللباس الدافئ. طيب حطيت الراء، شو فضل عندي؟ فضل عندي الفعل وشيدم، خلصت الجملة. من دار زمستان إن لباس جارم را هو شي. بهذا الشكل، طالما أنا عم بلتزم بالقواعد اللي خدناها، يفترض الشغل يكون مزبوط 100%. ننتقل للتاني، شو عم بيقول بالتاني؟ تو الضمير، آيا بس عندي سؤال، آب الماء، إن هذا دي رأيت أو رأيتي ششمي، فإذا ششمي قلنا هي نبعة الماء. را دي شاب الليلة الماضية. طيب شو المعنى الكلي؟ هون في سؤال، هل أنت عم يسأله إنه أنت، هل أنت رأيت الليلة الماضية نبعة المياه، أو يعني طبعا في إين في هذه، فإذا نبعة المياه هذه. طيب بدي بلش رتب، مين عندي الفاعل يلي هو تو، وفي عندي فإذا قيد الزمان يلي هي دي شاب، وفي عندي آية سؤال، فإذا مين لازم حط؟ أكيد لأنه عندي سؤال بدي حط آية. طيب هل اللي هي علامة الاستفهام هاي. طيب هل أنت آيا تو، طيب دي شاب يلي هي شو؟ الليلة الماضية، فاعل وقيد الزمان. طيب مين بيجي من بعد هودي؟ بديجي من بعده المفعول، وبيجي من بعده الراء. طيب مين عم يلعب هون دور المفعول؟ قلنا نبعت المياه هذه. طبعا بالفارسي عطول أول شيء بنحط الإين أو الآن، ومنحط من بعده يعني الاسم المشار إليه. حطيت أنا هاني إين، طيب يلي هي هاني هذه. طيب شو عندي هلأ؟ تشاشمية آب نبعة المياه. لاحظوا حطينا تشاشمية آب، فإذا لاحظوا كيف صار، إين تشاشمية آب. هلا انا اذا عم ترجم بالعربي مضطر اقول نبعة المياه هذه، ما بقول هذه نبعة المياه كترجمه بالعربي، ولكن بالفارسي على طول الان او الان تيجي بالاول، بيجي من بعد الاسم يلي عم شير له، تشاشمية اب نبعة المياه. طيب هيدي قلنا كلها هي عم تلعب دور المفعول، مين بيجي من بعد المفعول؟ را. طيب شو فضل عندي؟ فضل عندي الفعل دي، حطيت question mark علامة استفهام. آيا تو دي شاب إن تشاشمية أبرا ديدي، خسر. ننتقل لرقم 3، شو عندي برقم؟ حياة الملعب شيني ديم
سمعنا نازم ناظر ما صداية صوت ال أو الصوت ال را مدرسة وآز من طيب أو عن حسب الجن. طيب شو عم بيقول هون؟ هلا بدي أحاول أتكهن المعنى. فإذا عم بيقول إنه نحن سمعنا شو سمعنا؟ صوت ناظر. طيب من وين؟ في عندي هون من ملعب المدرسة. هذا هو المعنى الكلي. طيب منبلش، حطينا ما اللي هو الفاعل، هاني ما في عندي قيد الزمن. طيب مين بيجي بعد الفاعل؟ عطول مفعول بيجي بعد الرب. مين المفعول؟ المفعول به بالعربي. فإذا صوت الناظر هذا هو عم يلعب دور المفعول. طيب حطيت صدا اللي هو الصوت، صداية نازم. فإذا لاحظوا صداية نازم صوت ناظر، هاني مضاف ومضاف إليه، وهذا المضاف والمضاف إليه هودي كلهم عم يلعبوا دور المفعول. طيب من بعده نرى ما صداية نازم را. طيب خلصت المفعول، خلصت الرا، مين بيجي من بعدهم بالجملة اللي خدناها؟ ساختار الجملة در زبان الفارسي، بيجي من بعدهم حرف إضافة وقيد زمان حرف إضافة ومتمم. فإذا بيجي من بعدهم حرف الجر واسم المجرور. طيب مين هاني يلي هن شو بيمثلوا هاني؟ أز من حياتي مدرسة. فإذا من ملعب المدرسة. وشو بعد في عندي الفعل؟ شنيدين. فإذا لاحظوا شو صارت الجملة، كيف صارت؟ ما صداية نازمرة أز حياتي مدرسة شنيدين. لاحظوا إذا عم جزئها على آخر الجملة، صداية نازم صوت الناظر مضاف مضاف إليه، حياتي مدرسة كمان مضاف ومضاف إليه. لذلك لما عم بلفظهم عم حط كسرة، وهون حطيت يا شهر أربعة. شو عندك؟ جزاشت وضع، روي فوق، سفرة السفرة سفرية، را نرجس، إين هذا، نون ميز الطاولة، وعندي الخبز. طيب شو عم بيقول هون؟ إنه وضعت نرجس، شو وضعت؟ سفرة الخبز. هلا طبعا ما في عندنا هون إلا الخبز بالسفرة، فعم نقول هيك سفرة الخبز وين؟ فوق الطاولة. فإذا هذا هو المعنى، أنا هيك فهمت. طيب هذا اللي فهمته بدي ركبهم. مين الفاعل؟ نرجس، حطينا نرجس. مين بعد الفاعل؟ المفعول. طيب مين المفعول به بالجملة؟ قلنا هي سفرة الخبز، حطيت سفرية نون. طيب هذا المفعول، مين بيجي من بعد المفعول؟ بيضل ملزق فيه را. طيب هلا وين حطت سفرية نون؟ مين بيجي من بعد المفعول؟ حرف إضافة ومتمم يلي هو روية ميز فوق الطاولة. طيب شو بعد فيه؟ الفعل، فعل يلي هو الفعل يجي بآخر الجملة. إذا لاحظوا عطول عم نلحق نفس الطريق، نرجس سفرية نانرا روية ميز جزاشت، وضعت نرجس سفرة الخبز فوق الطاولة. هلا طبعا هاني بس بدي الفت نظركم لشيء، يعني شيء صغير ممكن حدا شو يعمل، يقول نرجس روية ميز سفرية نانرا جوزاش، ممكن يحط روية ميز قبل سفرية نانرا، يعني عمليا ممكن يحط الحرف إضافة متمم يحطهم قبل المفعول. طيب هل هذا الشيء غلط؟ هلا هو مش غلط بمعنى غلط، يعني خلينا نقول انه والله اعرابيا او قواعديا يعني غلط فادح، ولكن اذا بدنا نقول يعني بدنا نتبع القاعدة كستاندرد، خلينا نقولها كستاندرد، انه عم نحكي مثلا اللغة الرسمية الفصيحة 100% يفترض انه حط المفعول والراء، برجع بحط من بعده حرف الجر واسم المجرور، ولكن اذا بحط حرف الجر واسم المجرور برجع بحط من بعده المفعول مفعول به، مش غلط يعني، عرفتوا علي؟
وموجودة يعني، خصوصي مثلا باللغة العامية. معنى انه غلط والله، لا تعتبر. ولكن برجع بقول اذا بدي اتبع ستاندرد القاعدة بهيدي الطريقة، هيدي بس من باب لفت النظر. طيب فانج خمسة، شو بيقول برقم خمسة؟ جانجال، مثلا الغابة، باراندي، شينيديد، سيداي، شومو، دار، آيا، زي باي. إذا هون هل أنتم، هيك عم يسأل، فإذا هل أنتم سمعتم صوت، صوت مين؟ صوت الباراندي الطائر، وحاطط كمان لحظة صفة زي باي الجميل، من صوت الطائر الجميل. وين؟ في الجنجال، في الغابة. هذا هو المعنى. طيب إذا بدي أركب هذه الجملة، آيا شوما، آيا شوما. طيب سداي زيباي، فعلا سداي زيباي باراندي. طيب هل أنتم، فعلا الصوت الطائر الجميل، هي كل هيدي بمحل المفعول. هلا هون بنكفي. هلا الراء كانت هي من بعد الفاصل بس تخبت ورا البوكس، حطيت الراء. طيب وين؟ دار جنجال، ايا شومان سيداي زيباي باراندرا دار جنجال شينيديد. بهذا الشكل بدنا نشوف، بتكون خلصت هذه الجملة. لاحظوا هذه الجملة كيف صارت، هل أنتم سمعتم سداي زيباي باراندي، الصوت الطائر الجميل، في عندي مضاف، مضاف إليه، وفي عندي صفة، الصفة لحقت سداي لأنه الصوت هو الجن. كل هيدي جاء من بعد را، إذا هيدي كلها صوت الطائر الجميل عم بتمثل المفعول. دار جانجل، في الغابة، بهيدا الشكل. طيب يبقى في عنا آخر جملة. على آخر جملة مش لحلها أنا، بس لنقول را دي دان درأو إداري شيش، عنا الرقم ستة، زار أصفر أنها دار قل حياة. رح أقول بس أنا المعنى الكلي وهيدي أنتو حلوها. شو عم بيقول؟ فإذا هن أنها رأوا، شافوا ستة ورود صفراء، شافوا ستة أوراق صفراء. وين؟ في ملعب الإدارة. هذا هو المعنى الكلي. طبعا أنا بس رح أعطي إشارة صغيرة، إذا بدي أقول ستة زهور صفراء كيف بقولها؟ في عندي عدد ومعدود وفي عندي صفر. طيب مثل العربي، العدد بيجي بالأول، المعدود بيجي من ورا. شيش قل، فإذا ستة ورود. طيب وعندي الصفة حطيت زرد. لاحظوا كيف صارت، شيش قلي زرد، فإذا ستة ورود صفراء. ولاحظوا في عندي هون أداة ومأدود، قلنا بالفارسي على طول المأدود بده يكون بصيغة المفرد، فإذا بهيدا الشكل. هلا يعني صار يفترض حل سهل هيدي الجملة، هيدي الجملة بتحلوها انتم، بنكون خلصنا المطلوب لهيدا، لهيدي السيشن. إن شاء الله بنكفي بالسيشن الجاي.